مختلفة في أنماط سردية متباينة في الأدب ملزمون بأن نتحدث فيها، فيها إلزامات الزمن، فيها إلزامات الوقت. سأحاول أن أنزع نحو قراءة هذه الكلمة تفاعلا مع هذه الرواية حتى لا يمتلت مني ذلك الخيط الناضي لهذا العمل. بداية لا يمكن للحكيم إلا أن ينتج عمل الحكيم، ولا يمكن لصاحب المنطق الرياضي وصاحب المنطق العقلي أيضا إلا أن ينتج عملا عقليا متماسكا منسجما متصفا لا يخضع فقط لشعرة اللغة، وإنما تحضر فيه حبكة في أبهى تجلياتها. لا يمكن أيضا أن أقف عند تفاصيل المد الحكائي، ولعل الأستاذة فاطمة الغجبي قد زكية عفوا الغجبي قد أشارت إلى المتن الحكائي في بعض النقاط التي ضمنتها ورقتها. إلا أنني قبل أن أصل إلى المد الحكائي، ولا شك أنني لم أقدم فيه ورقة في هذه الأمسية الثقافية، إن شاء الله هذه القراءة سوف تستتبعها قراءات أخرى. كما ذكرت لك أن هذه الرواية ليس من السهل أن نغطي حجم الرموز التي تحضر فيها في هذه الجلسة العابرة. سأركز فقط هنا، سأركز على خطاب الاستهلال فقط ثم خطاب التدليل. خطاب الاستهلال كفيل بأن يلمح إلى مدايات هذا العمل وإلى آفاقه الرحلة. طبعا القراءة الواحدية هنا لا يمكن أن تكون قراءة كفيلة بالتعاطي مع هذا العمل بسوم التعدد والمثقل كما ذكرت بالقيم وبالدروس. لذلك سأكتفي بهذه القراءة المتعلقة بخطاب الاستهلال وبخطاب التذليل. العنوان الذي جعلته لهذه الورقة مقسوم بكبش فداء سقراطي أو فجوة الزمن الروحي. الفجوة تحضر هنا في هذه الرواية، لعلها تحضر في الصفحة التاسعة، وهي بؤرة هذه الرواية التي دفعتني لكي أصوغ هذا العنوان الذي يبدو عنوانا غريبا، إلا أنني سأحاول ما أمكن أن أبين من خلاله آفاق هذه الرواية. لذلك كبش فداء سقراطي أو فجوة الزمن الروحي. تكشف رواية كبش فداء سقراطي منذ الوهلة الأولى عن البداية الروائية مرجعا تختزل فيه القيمة الصراعية التي تقدم للقارئ هذا النص وتلمح إلى بداياته، ومن ثم تبدو وظيفتها تمشيحية لأنها تحيل إلى جوهر الفعل الحكائي عبر مرفوض سردي مكثف تنفال منه الثيمة الرئيسية للرواية، الصراع بين الخير والشر، أو ثنائية الصراع بين الإنسان والإنسان للعثور على الإنسان الرابض فينا والهارب منا في الآن نفسه. دون أن نفهم من ذلك أن السياق الاستهلالي يستحوذ على حركية المعنى، فهو ليس سوى جزء من نسيج النص وبنيته الدلالية الكبرى. إذ نعثر في الاستهلال على هذا العنوان فجوة، وهي فجوة مغلفة بمساحة بيضاء بلون الفراغ تتصارع فيها أسئلة الوجود في الزمن الروحي الذي يختلف عن الزمن الفيزيائي. يقول السارد في الصفحة التاسعة: هنالك دائما فجوة في زمننا الروحي، أي فرصة للاستقلال عن الزمن والتراب للتحليق بالروح. قد تكون قبل الفجر حيث ينزل المقدس عن الزمن في علوه، وقد تكون في غيره من أزمنة الاختلاء بالاعتراف تبدأ أحيانا بالشرود لكنها تنتهي بتأمل يتجاوز الواقعية الذي استوعب كل تلك الأحداث التي نسجها الخيال ليفهم الحقيقة. هذه الفجوة ضرورية اليوم أكثر من أمس، وبدونها لن نستطيع إكمال الصورة التي تسمح لنا بالارتفاع قليلا كي نرى أين يتجه الإنسان. لن نتمكن من دونها من قراءة علاقته بالحيوان. وهل يكفي النطق ليحصل التمايز بينهما؟ هل انتصرت فلسفة الغابة وانتهى التاريخ بهذه الشاكلة؟ أم أن هناك مخلصا يمكن أن يغير كل شيء؟ صفحة 9 من هذه الرواية. بهذا الفهم المتعمق لمفهوم الفجوة ينخلع الإنسان عن المادة ليصل إلى مستوى التجريب،
بما هو ثور نحو الكمال عبر التخلص من مؤثرات العالم وشواذبه، وهو انفكاك عن الأغيار ليسبح الرائي في مطلق التفريد، وهو في ذلك يستقطب الوجود بعيدا عن حيازه الزمنية. إنها بمثابة الدرجة الصفر من التأمل والحدس، حين يكون القلب في جبلته الأولى التي لم يمسسها المدنس. وإذا كان زمن الفجوة غير محسوب، فإن المكان ينفلت أيضا من كل قيد يجعله رهين رقعة متحيزة، كما المعنى مع أستاذ زكية الرجوي. المكان يضيق بالبطل المحبوب، يحكم وثاقه عليه، يخنقه ويحده من انطلاقه، وأينما ولى وجهه فثمة حدود وفواصل، ولا مخرج من سجن المكان الضيق إلا بالسعي نحو الانفلات من قيوده والرهان على المطلق. المكان المادي فضاء للصراع مع الأغيار ومأساة وجودية، لكن مكان الفجوة في رواية كبش فداء سقراطي ليس مجرد سطح باطن يحتوي سطحا ظاهرا بالمعنى الفلسفي. مكان الفجوة لا تماس فيه عند نقطة تقاطع، تنتفي فيه الجاذبية ويسري فيه البطل حتى يصل إلى تقوم مطلق، ويبقى معلقا بين السماء والأرض، ولكنه قاب قوسين أو أدنى من المطلق. هذه البينية أو هذه البرزخية هي محضنه الذي يستقبله للنظر إلى العالم المادي بما يمر فيه من صراع وتجاذب وتقاطع. هي رؤية فوقية ولكنها ليست متعالية، لأنها ما ارتفعت إلا لتعاود النزول بنفس جديد وبروح وثابة للبحث عن الإنسان في متاهات الذات التي أبحث بدون هوية. هكذا نلحظ دائما في خطاب الاستهلال تكاثفا في الفعل الحكائي، انطلاقا من متوالية سردية تنضغط في تناياها بؤرة التوتر، في تماهٍ دائماً مع منزع القارئ الذي يميل إلى تغليب منطق الصراع بين الشخصية التواقة إلى التخلص من أشراط الماضي الموجع الذي ينوب بكركبه على البطل المحبوب، وإلزامات الواقع للمجتمع بأسومه وتغميطاته التي تزيد من تعميق الجرح النفسي. هي بداية درامية، تتميز عن البدايات التقليدية التي تحتفي عادة بسينمائية الفضاء وفرجوية عناصره عبر تصوير التفاصيل الدقيقة التي تشكل مجتمعة فسيفساء المشهد بانورامي. إنها بداية مندورة للبحث عن الزمن الضائع الذي يعمل على توجيه مسار السرد والتحكم في تلابيبه لالتماس إذعان المتلقي نحو أحداث النص التي تشهد بالتوتر والاستقرار في مرجل الرواية. هكذا ندرك أننا بصدد نص متخن بالتقاطع والمفارقة بين الهوية التي تحدد ملمح الشخصيات وبين القيم السائدة في مجتمع لا يزال غارقا في نزعته الحيوانية. يبدو الكاتب واعيا تمام الوعي بالأثر السحري لجملة الاستهلال، جملة المهاد على القارئ، فإما أن ينشد القارئ انشدادا لما يمارسه النص عبر عبارته الافتتاحية، وإما أن يحس أن صدره ضيق حرج لا يسعفه في مباشرة العمل والتلذذ بعوالمه السرية، وذلك بسبب انتفاء مزية البراعة والإتقان في تخيل العبارات ذوات النفوذ الرمزي واللغوي واللعب على أصول التشويق. يقول الكاتب دائما مع المهاد، قلت لكم بأنني لن أرهق نفسي بالإشارة إلى تفاصيل هذه الرواية انسجاما مع طبيعة اللحظة. لماذا؟ لأننا إن شاء الله نعود على قراءة أخرى من شأن شأنها أن تفكك هذا المتن الذي هو متن جديد على مستوى المبواب، طريقة المقاربة، طريقة التعاطي. هي رواية جديدة بكل المقاييس، رواية جديدة، وسنكشف عن تفاصيل أخرى في هذه الورقة وفي أوراق أخرى إن شاء الله، وسنسمع أيضا أسرار لهذه الرواية من خلال ما سيقدمه زملاؤنا في هذه الجلسة. يقول الكاتب في المهاد على لسان الثالث في رواية كشف المحجوب لفريد أنصاري رحمه الله، واستجمعت كل قوتي. سأنظر في الصفحة، سيسير له الجمهور الكريم. الصفحة رقم
على كل حال سأقرأ عن طريق أنصاري بدون ترقيم هنا سأقدم على الهامش. يقول الكاتب في مهاد على لسان السارد في رواية كشف المحجوب لفريد أنصاري رحمه الله: واستجمعت كل قوتي ثم جذفت بيدي وانطلقت أسبح ضد التيار، شعرت بالماء يزداد دفئا وخفة، كانت أحواله تدخله شيئا فشيئا، فأيقنت أن تيارا جديدا قد خالطه. كانت الشمس قد تدلت عراجينها على المنابع الأولى، فبدت كأنما تشرق عينها في عين الماء، وأدركت سر التحول. البحث عن التحول هو بحث عن الخلاص، هو بمثابة نيرفانا بوذا، حيث حالة الانطفاء الكامل التي يغيب فيها الشعور بمؤثرات العالم الحسي، وهو المسعى الذي لا يتحقق إلا بالتأمل العميق، تصل معه النفس إلى السعادة المطلقة بعد الانفصال عن متناول الإدراك والانمحاء في اللامحدود. فجوة كبش فداء سقراطي هي الحيز اللامادي الذي تحصل فيه حالة الانطفاء التي تسكن فيها النفس البشرية وتتخلص من عذاباتها وآلامها لترجع سيرتها الأولى وتولد من جديد على هيئة البراءة. تنتقل من حضيض العالم السفلي إلى يفاع العالم الذي يحصل فيه مفهوم الارتقاء ويتحقق في الجواب عن السؤال الحتمي: أين الإنسان فينا؟ جاء في الرواية صفحة 235: يمتلك محبوب بالثقة وينكشف الحجاب، يتبدى له الابتلاء رسالة من السماء ويخطب على أركان ذاته. يحق لي كإنسان أن أشعر بالنيرفانا التي كان يبحث عنها بوذا. لقد نال الجسد حظه من التعب والقهر بالسير والجوع. واحتفاء دائما برمزية البدايات، ينتقي الكاتب نصوصا مصاحبة أخرى تتخذ بعدا حجاجيا للإيقاع بالمتلقي في إسار النص وفي أسراره. يقول: ليس المهم الحياة ذاتها، لكن المهم أن نعيش على حق سقراط. وتعلمون على أن سقراط في محاوراته مع بروتاغورس زعيم السوفسطائيين الذي كان يدعو إلى قيمة القوة في مجتمع تنتصر فيه الحيوانية وتنتصر فيه منطق الغاب على منطق الآدمية، كانت هناك محاورات جمعت سقراط ببروتاغورس. نتاج هذه المحاورات هو أن سقراط دائما يعني يحاول أن يتخذ من هذه العبارة التي عبارة اعرف نفسك بنفسك هي منطلق هذه المحاورات. كيف يمكن أن نعرف أنفسنا؟ كيف يمكن أن نغوص في تجاويف الذات؟ كيف يمكن أن نبحث عن ذلك الإنسان الذي يختفي فينا؟ هذا هو السؤال الذي كان يريد أن يجيب عنه بروتاغوراس، إلا أنه نزع ومال إلى منزع آخر، منزع المنطق الغاب، منطق الصراع الذي دائما تكون نتيجته الغلبة للأقوى. إذا سقراط يدعو إلى الحق، يدعو إلى العدل، يدعو إلى الخير، يدعو إلى انتصار قيم الإنسان فينا. وبالتالي هناك نوع من التماهي بين سقراط وبين شخصية محبوب، هناك نوع من التقاطع. لا أعتقد بأن حضور سقراط هنا على مستوى العتبات المصاحبة على مستوى هامش النص، لا أعتقد أن هذا الحضور وحضور تصادفي، وما حتى العنوان الذي يؤتي واجهة الرواية كبش فداء سقراطي هو عنوان مندور أيضا لهذا الربط بين محاورات سقراط ودعوته إلى العدل وإلى إحقاق الحق، وبالتالي إلى الانتصار لقيم الإنسانية، إلى الانتصار لقيم العمران على قيم الخسران بعبارة أخرى. بهذه الوحدات السردية المختزنة بدلالات رمزية عميقة والمتموضعة خارج أتون النص، يكون الكاتب قد عمل على تحبيك مروياته من الخارج بعد أن أقنع القارئ بأنه على متن هذه الرواية ما يستحق القراءة. هذا الوعي السردي بقيمة البدايات نجد صداه في أعمال أدبية عظيمة، نجد صداه في رواية أنا كارينا لليوتوستور، نجد أيضا صداه في رواية الكاتب سكوتلاندي باري التي يصف فيها بطله بيتر بان. طبعا أتحل أنه سفي تفاصيل هذه البدايات لكي نبحث عن تقاطعات بين بداية أستاذ هشام الحداد وهذه البدايات لأعمال روائية رائدة. إذن هكذا عمل صاحب سقراط الآن، هكذا عمل صاحب كبش فداء سقراط على تخير هذه السرد تخيرا قويا وفنيا ذكيا، رسم من خلاله تشكيلا كئيبا لصورة الإنسان التي عادت بها
يد الإنسان متعطشة لقتل بذرة الحياة. مر بنا قبل قليل وجدناه عاريا على الأرض تماما كي تماهي عدد التحرك في المقطع الذي قرأه الأستاذ المهدي منشط هذه الجلسة ورئيسها لا داعي لشراره وتكراره. ألم يقل ماركيز إنه يحتاج فقط إلى تلك الجملة لكي ينساب كل شيء عفوا؟ ولعل الكاتب وجد ضالته في هذه العبارة التي وجهت حركية السرد وتحكمت في مفاصله حتى ألقعت القارئ في غواية القراءة فانحشر في عوالمها عن طواعية عن اختيار. ورغم تراكم الاستعارة في خطاب الاستهلال فإن ذلك لا يعني التخلق في لغة استعراضية مغرقة في الشعرنة حد الثمانة، ولكنها لغة روائية ورؤيوية خالصة تبتعد عن السردية الإخبارية وتطفح بالرموز والقيم والرسائل التي أثبتت بالملموس المنزعة التربوية لصاحبها في محاولة للبحث عن المخلص أو كبش الفداء الذي يقدم نفسه قربانا لدوار الغابة ووحوشها الكاسرة علها تسعف في الرجوع إلى الفطري فينا. عبر هذا المشهد الافتتاحي ينتاب العنصر الذي ترشح عنه كل عناصر السرد شخصية محبوب التي منها البدء وإليها المنتهى. وقد أفلح السارد في تصوير هذه الشخصية تصويرا ميلودراميا بلغة شفيفة رقيقة جعلت القارئ يتعاطف مع شخصية محبوب محركة فيه كوامن النفس وكوامن الإنسان ونوازع النفس الأمارة بالخير. رواية كبش فداء سقراط هي إكمال لمسار صاحب مجالس القرآن، وهذه الإشارة أو هذه الإلماعة هي للكاتب أشار إليها أن هناك تقاطعا أيضا وإكمال للمسار مسار البحث عن هذا الإنسان الهارب المنفلت من أخيه الإنسان. فهذه الرواية تشكل استتباعا واستكمالا لهذا المشروع التربوي صح التعبير، هذا المشروع الذي مداره على الإنسان وعلى الآدمية وعلى القيم التي أصبحت تغيب في هذا المجتمع بل تتماهى معها بانتصارها لقيم الفطرة التي تملك أسرار إنقاذ الإنسان من الإنسان. لقد استطاع زمن الرواية أن يدرك الإنسان قبل ثروته، هذا على مستوى زمن الرواية. إنه صراع كوني بين الخير والشر ينتقل أثره الضدي إلى النفس البشرية ليجعل الإنسان يختار بإرادته النزعة التي يريدها، مسلك الخير أو مسلك الشر. وهو مس الهمه السارد الذي ظل في صراع مع الظلام وإرادة النور عبر مشدان الفجوة كصورة من صور تخلص النفس البشرية من آثار وأوزار الإنسان الذي أراد السيطرة على الإنسان وتطويعه وفق رؤيته المريضة التي تعيش في استعبادا واستحكاما. كلام آخر سأعدل عنه، في الحقيقة الرواية كما قلت تنسال منها رموز كثيرة جدا، ولن أقف عند حديث السياسة وعن سؤال السياسة الذي يحضر بقوة وبكثافة في محاورات الأستاذ مع محبوب. هذه السياسة التي احتوى الإنسان أيضا بلظاها ولا تزال جدوتها مستمرة، وأيضا أدت إلى شروخ وأدت إلى صدوع في الإنسان، حتى مع ذلك الإنسان الذي كان يعتبر أخا في المدى القريب بسبب هذه السياسة المتعفنة وصلنا إلى هذه الدرجة بين قوسين من الحيوانية قياسا على الصراع الذي يقع في الغاب من انتصار القوي على حساب الضعيف. لا ندين السياسة وإنما ندين طريقة التعاطي والتعامل مع هذه السياسة بنزعتها الحربائية وبنزعتها الأنانية. سأقول هنيئا لهشام حداد بهذا العمل.